السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. إيه على كل حال مدور كاين حواه. ايه هو بالك ما كانش يسير مليح، بالك اللي زوار ما كانوش يخلصوا، بالك تقدر تكون بزاف من حاجه. هذا العام خاصه الفرق اللي تلعب كاس افريقيا، مشكل الاجازات هذوك. على كل حال الجوار كيكونوا يلعبوا يا خو، انت الجوار باش يلعب كل سمانه ولا يلعب بزاف الجوار يا خو، واحد كي لازم له يستعفى. والمدور هذا كاين حواه كان بالك، الله اعلم بالك ما كانش يسير مليح، بالك خاطر حنا كره القدم في بلادنا هذه ولا شغل مصالح، فهمتني؟ انا لو كان يعطوها لي نحكم كاشي كيف نقدر نسيرها، فهمتني خونا؟ وعلى حساب لاب، على حساب المعيشه، فهمتني؟ ولا كيفاه جوار بار اكزومبل، انا مولات الدراري نخلص 27 27 هكذا، نخدم عساس حارس مدرسه نخلص زوج ملايين و700، والاخر يضرب في المليار و600، هذا ما كاش منها هذيا، فهمتني؟